مساء الخير عليكم مشاهدينا، اهلا بيكم في يوم جديد وفقره جديده من ذا دكتورز. الست هي نص المجتمع. اعتقد من حق كل ست في الدنيا ان هي تهتم بشكلها، ان هي تعيش الراحه والسعاده اللي هي بتتمناها. الستات نوعين، في ست ممكن لو حست ان شكلها مش مظبوط او في عندها مشاكل في بشرتها، مشاكل في جسمها، بتعكس الروح السلبيه على الاسره وبالتالي حتى على الناس، بتبقى مش عايزه تشتغل، مش عايزه تقابل الناس، مش عايزه تخرج، مش عايزه تروح، مش عايزه تيجي. في ست تانية بتبقى روحها ايجابيه جدا جدا لان هي عندها ثقه كبيره جدا جدا في نفسها، ثقه في شكلها ان هي ست جميله، في جسمها ان قوامها متناسق، وطبعا بتختلف كل ست عن التانية. احنا دورنا النهارده اننا نساعد اي ست في الدنيا عايزه تكون احلى، اي ست في الدنيا هدفها ان هي تكون اجمل، علشان خاطر الروح والحياه الايجابيه تنتشر بين الناس. خلينا نقول ان الست هي ربه الاسره، من غير وجود الست من غير ما هنعيش الحياه السعيده اللي احنا كلنا نفسنا نعيشها. اسمحوا لي بالبدايه قبل ما نبدا فقرتنا نرحب بضيفه فقرتي النهارده دكتور ماريان نادر، اخصائيه الجلديه والليزر بعيادات نبض. يا مساء الخير يا دكتور، اهلا بيكي. دكتور ماريان، خليني الاول ابدا في حواري معاكي بكام كده سؤال، يمكن على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه كمان عيادات نبض، جات لنا اسئله كتير جدا جدا بتختلف، يمكن كلها عن طريق الستات. في ست عندها مشكله في جسمها، في ست تانية عندها مشكله في بشرتها وشكلها. خليني الاول ابدا معاكي من اول البشره او مشاكل الوجه. عندنا هنا اسئله كتير جدا جت على الستات اللي مش عايزين يعملوا حقن الدهون في منطقه الوش او واجهوا مشاكل نتيجه حقن الدهون في منطقه الوش، لكن كل منهم عايزين يملوا خدودهم بشكل يكون يعني شكله كده حلو وظاهر، تعمل ايه؟ اولا زي ما انت قلتي فعلا حقن الدهون في الوش له مشاكل كتيره جدا جدا. يعني السيده او الفتاه مهما كان مرحلتها العمريه عايزه تحقن دهون، الدهون بتقعد مده اطول شويه بس لها مشاكل كتير. اولهم ما بتقدرش تتوزع كويس زي ما الفيلر بيتوزع. ما بتكونش مع الوقت باي تايم ممكن تاخد الوش وتنزل شويه او تمثل تقل على الوش، في الوش يترهل اسرع شويه. فعشان كده تملي انا بحب او بحبز الفيلر. الفيلر ماده مالئه، ماده هيلورونيك اسيد، ماده من الجسم، ماده طبيعيه زي الكولاجين اللي كان في الجسم. الكولاجين اللي كان في البشره بدا يتكسر، فاحنا بنعوض الموضوع ده عن طريق حقن الهيلورونيك اسيد او عن طريق حقن الكولاجين او عن طريق حقن الفيلر. الفيلر ماده مالئه اقدر اعمل بيها كونتورنج، اقدر اعمل بيها ليفتنج، اقدر اعمل اوجمنتيشن او تدويره للخدود زي ما كانت زمان. هو الفكره مع الوقت مش شرط، كمان مش شرط واحده كبيره او صغيره، ممكن تكون هي فاقده الكونتور او رسمه خدودها مش شكلها مش كويس. ممكن تكون عملت دايت وبقت الخدود تكون فلات خالص تماما، ما عادش عندها البروجكشن او التدويره بتاعت الخدود اللي كانت موجوده عندها. كل ده اقدر ان انا اعوضه عن طريق حقن الفيلر. الفيلر فيه ميزه ان هو ايميديت افكت، البيشنت في ساعتها بتلاقي النتيجه. وفي كمان ميزه ان انا وقت الوانس النتيجه اللي انا شفتها هي النتيجه اللي انا بفضل عليها. غير الدهون، الدهون ممكن ساعات بعض الناس تقول لك احنا بنحقن كميه كبيره قوي عشان هي باي تايم بتقل شويه، بيحصل لها ابزوربشن من الجسم، فافرض ما قلتش البيشنت بتبقى اوفر شويه. لكن الفيلر انا بايدي البيشنت، اللي هو النتيجه اللي هو شايفها هو النتيجه اللي بيفضل عليها. عايز يزود ماشي، عايز يعمل في اماكن معينه نقدر ان احنا نعملها، المكان اللي انا بحط فيه الفيلر هو اللي بيفضل عليه بعد كده. طيب الصوره يا دكتور اللي معانا دي دلوقتي هي هنا اتحقن فيلر، هي سنها كمان مش يعني سنها قصدي صغير مش كبير. بالظبط، مظبوط كده. تمام. طيب عملتي ايه بقى يا دكتور هنا في الكيس مثلا زي دي؟ هي البنوته دي عندها مشكله ان عندها منطقه تجويف تحت العين، وفي نفس الوقت عندها الخدود مش مرسومه او مش مسحوبه. وعندها الخدود بدات تنزل شويه. فاحنا بالفيلر عملنا كوركشن للخدود، عملنا رجعنا تاني الكونتور او السحبه بتاعه الخدود. لما رجعنا الكونتور او السحبه بتاعه الخدود بدات تحسن لي الليفتنج او الشده بتاعه الوش، بدات تحسن لي شكل الخدود، تدي سن اصغر. بدات تحسن لي حتى كمان منطقه محيط العين، على الرغم ان انا عملت في الخدود. لكن لما عملت ليفتنج وعملت لما عملت شد للوش شويه. في بوينتس معينه بيتحقن فيها الفيلر، وعملت تصحيح لمنطقه الخدود الاماميه او البروجكشن بتاع الوش، بدات تحسن لي شكل الخدود. الخدود الاماميه والليفتنج الموجود عندنا، وتحسن لي كمان منطقه محيط العين. يعني حقن الدهون ده مش صحيح او مش بينفع مع كل الحالات. بالظبط كده. الاحسن اننا لو عايزين نملى خدودنا يبقى نعمل فيلر. بالزبط. الكيس دي كمان برضو حلوه جدا جدا.
ده برضو هتلاقي ان السيده قبل ما تحقن الفيلر بدا يحصل عندها فقد في الخدود، فبدا يكون البروجكشن تدويره الخد نفسه اللي بتدي الجمال او الرسمه الجماليه للوش. هو الفكره ان مقاييس الجمال ان الوش يكون فيه كونتورنج او يكون فيه كيرف موجود، الخد يكون واخد كيرف او تدويره، منطقه الخدود الاماميه برضو تكون واخده تدويره، منطقه الجو لاين. مع الوقت او باي تايم مع الاجهاد مع الدايت مع كل الحاجات دي ممكن الكونتورنج او البروجكشنز او البروزات الموجوده في الوش تفقد الكولاجين اللي موجود فيها، فالوش يبتدي يظهر ان هو بهتان، يبتدي يظهر ان هو شكله اكبر شويه، يبتدي يظهر على طول تعبانه. برضو انا كنت عايزه برضو اعلق على الصوره اللي فاتت دي يا دكتور، لو خدنا بالنا هنلاقي تحت العين في زي هالات سوداء. طبعا. فهل فعلا منطقه الخدود لما بيبدا يحصل لها سقوط او مثلا تفقد النضاره بتاعتها زي ما احنا كنا بنتكلم مع حضرتك، ده ممكن يؤدي الى ان تحت العين يبقى فيه هالات سوداء او المنظر اللي هو بتاع الكيرفي تحت العين بسموها التير تراف؟ بالظبط. صح كده؟ منطقه تحت العين طبعا منطقه مهمه جدا وفعلا بتعكس سن كبير، وبتعكس على طول ان البيشنت بيبقى تعبان مجهد على طول، وشه على طول مش صافي مهما عمل او مهما حط ميك اب. ليه بقى منطقه تحت العين بتظهر؟ زي ما انت قلتي على فكره ان منطقه الخدود لو احنا عملنا لها كوركشن هتحسن منطقه تحت العين. ليه؟ لان هو منطقه تحت العين او الهالات السوداء بتظهر نتيجه كذا حاجه، من ضمن اسباب ظهور الهالات السوداء ان انا منطقه تحت العين بتحصل فيها فقد في الكولاجين، بتفضى فبيبقى عندي تجويف، التجويف عامل ظل. أيوة. فمجرد ما بعمل كوركشن، في بعض الناس لما بتعمل خدود منطقه الهالات بتتحسن لوحدها. في بعض الحالات سيفير اكتر شويه بتحتاج ان احنا نعمل كوركشن للخدود ونعمل كوركشن دايركت او نعدل دايركت منطقه تحت العين او التير تراف. الهالات اللي نتيجه تجويف ما تحت العين او بيسموها تير تراف في جلسه واحده بس البيشنت بتلاقي نتيجه. ليه؟ لان هو تجويف، انا مجرد ما بعوض الفقد اللي حصل عن طريق حقن الفيلر بتبتدي الحاله ما تكونش مصدقه، انا عملت جلسات كاربوكس كتير، انا عملت تقشير كتير، انا استخدمت كريمات كتير. انت يعني ما شخصناش طبيعه الهالات اللي عندك صح من البدايه، لو اتشخصت صح وهي نتيجه تجويف حقنه فيلر واحده هتضيعها تماما. تيبيكال الصوره برضو اللي هنعرضها دلوقتي دي يا دكتور، يعني هي دي منطقه التجويف تحت العين اللي احنا بنتكلم عليها، حقنه فيلر، حقنه فيلر واحده بس بالظبط، لان هي تجويف ما تحت العين، تجويف ده احنا مليناه فيلر فيبتدي يعوض الفقد اللي حصل، فالتجويف يروح، الظل اللي عامله التجويف هيروح، فالبيشنت ترجع تماما كما كانت. بس حلوه قوي كانها يعني شكلها عارفه وشها كده اترسم من اول وجديد. بالظبط. طيب في يا دكتور برضو من ضمن الاسئله كتير جدا جدا اللي جات لنا ان دايما الناس بتقول انا تحت عيني بيحصل عندي تجاعيد كتير، فور اكزامبل مثلا الصوره دي، دي هنا تحت العين في زي خطوط خفيفه هالات سوداء، دي مشكلة كبيرة جدا يا دكتور، وكمان بتحصل كمان في السن الصغير مش بس في السن الكبير، يعني مش مع تقدم العمر بتظهر الهالات السوداء او التجاعيد البسيطة، علاجها ايه؟ بصي زي ما احنا قلنا ان علاج الهالات السوداء او انواع الهالات السوداء كتير. الهالات ممكن تكون نتيجه كرمشه تحت الجلد او تجاعيد كتيره قوي، فالجلد مكرمش على بعضه زي كاني جبت ورقه والورقه دي كرمشتها فاللون هيبقى اسمر، فدي ممكن تكون من اسباب الهالات. يبقى التجاعيد ممكن تكون من اسباب الهالات، التجويف ما تحت العين ممكن يكون من اسباب الهالات، اللون او البيجمنتيشن او الاسمرار حوالين، في لون بيبقى صبغه حوالين العين، هي ما عندهاش تجويف وما عندهاش تجاعيد بس عندها لون اسمر حوالين العين، ممكن تكون حاجه وراثيه او ممكن تكون نتيجه هي عندها نقص في حديد او ما بتنامش كويس او لايف ستايل بتاع حياتها غلط او بتحط ميك اب كتير وما بتشيلهوش، كل الحاجات دي اسباب الهالات. لو اتكلمنا عن التجاعيد نقدر ان احنا نشيلها عن طريق حقن البوتوكس حوالين منطقه العين او نقط صغيره تحت منطقه العين كميزو بوتوكس. لو اتكلمنا عن الفيلر او التجويف ما تحت العين بنعالجه عن طريق الفيلر. لو هي بيجمنتيشن حوالين فوق وتحت العين ممكن نعالجها عن طريق تقشير مخصص لمنطقه العين. لو هي ما بتنامش كويس او اللايف ستايل بتاعها غلط او عندها نقص في الحديد لازم نعالج المشاكل دي واحنا بنعالج الهالات، يعني لازم هي عندها مشكله في نقص مخزون الحديد في الجسم او ما بتنامش كويس او ما بتشربش ميه كتير او 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 وحضرتك كمان يا دكتور جايبه صور يعني بالزبط. هنشوفها دلوقتي اللي هي صور قبل وبعد في موضوع الهالات السوداء واختلافها بانواعها. طيب الصوره كده يا دكتور اللي معانا دي هنا هي كانت بتعاني من ايه بقى؟ هي عندها نسبه من الهالات بسيطه جدا نتيجه تجويف خفيف قوي قوي قوي. التجويف ده ممكن يتعالج مش شرط حقن فيلر، ممكن نحقنه كولاجين بس. في حاجه اسمها نان كروس لينكد هيلرونيك اسيد او ماده هيلرونيك اسيد بتتحقن تحت العين فتدي اللوك ده، معاها بلازما، معاها جهاز كاربوكسي، عالجنا المشكله البسيطه دي. على فكره مشكله بنات كتيره جدا في المرحله العمريه دي، مرحله التوينتز مرحله العشرينات، بتيجي بنت هي مش عايزه تحقن فيلر. أيوة. وعندها تجويف بسيط جدا جدا، هو فعلا مش مستدعي حقن الفيلر. صح. وفي نفس الوقت هي عايزه تعالجه واستخدمت كريمات كتير قوي وما وصلتش للنتيجه اللي هي عايزاها. فاحنا لازم انترفينشن ساعتها، لازم نتدخل. اولا هنطلب منها مخزون الحديد في الجسم نشوفه هو كويس ولا هو ناقص، لازم نعوضه. هتشرب ميه كتير،
مش هتحط ميك اب ومش هتنام بيه، هتشيله تماما. مش هتحط كفرنج، فيه نوع من انواع الكونسيلر او كفرنج لمنطقه العين مخصص لمنطقه العين ميديكال، حاجه طبيه ميديكال. حاجه كمان ان هنعمل جلسات كاربوكسي، كاربوكسي ثيرابي ده عباره عن غاز ثاني اكسيد الكربون، الخليه بتمتصه وبتطلع لي اكسجين، يبتدي يحسن الدوره الدمويه في المنطقه دي، يبتدي الدم الراكد اللي ما بيتحركش كويس يبتدي يتحرك، فاللون بيفتح معانا. مش كل الهالات علاجها واحد، يعني مش هي اسطمبه ثابته لكل انواع الهالات علاجها واحد. مظبوط، في حاجات كتيره جدا على حسب طبيعه المشكله اللي عندنا. صح. طب يا دكتور، نص سيدات مصر محجبات والوطن العربي كله، مش هنقول مصر بس. مشكلة المحجبة ان هي دايما تقول انا لون بشرتي اختلف، او الحجاب اثر على لون بشرتي، فبقى عندي اماكن غامقة واماكن فاتحة. علاج المشكلة دي ايه يا دكتور؟ هي اولا سبب المشكلة، او احنا نقدر نقي المشكلة قبل ظهورها. هي عندها ان هي بتخرج وعندها منطقة التدويرة بتاعت الوش متغطية، واللون الوش اللي ظاهر هو اللي بيتعرض للشمس. أيوة. فاحنا كوقاية هنحط سان بلوك واحنا خارجين، وفي كريم هتحطه بالليل يعمل يونيتول للون البشرة. اوريدي المشكلة حصلت عندها وهي عايزة تعالجها. هنعالجها عن طريق ايه؟ نوع من انواع التقشير معالج للصبغه، لان المشكله اللي عندي ان الصبغه بتاعه الجلد بدات تنشط، فبدا يكون في الميلانين بدا يكون نشط نتيجه تعرضي للشمس، فانا هعالج الموضوع ده بواقي شمس هحطه وانا خارجه، وهنعمل تقشير. فتره الشتاء اللي احنا فيها دي فتره مناسبه جدا 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 لكل انواع البيلينج او كل انواع التقشير، سواء كان فراكشنال ليزر، سواء كان كيو سويتش ليزر، سواء كان تقشير احماض فواكه، سواء كان تقشير معالج للصبغه بتاعه الجلد، كل الانواع دي اقدر ان انا اشتغل فيها بامان في فتره الشتاء، لان الشمس حراره الجو قليله والشمس قليله شويه، فنقدر احنا نخرج واحنا حاطين سان بلوك، وفي نفس الوقت واحنا عاملين تقشير. عادي ان هي تخرج تاني يوم تروح شغلها، بس هتكون حاطه سان بروتكشن. يعني الصوره دي بالظبط يا دكتور زي ما انا بتكلم، دي عندها مشكله بالظبط، عندها مشكله ان عندها بقع نتيجه اثار الحبوب، وفي نفس الوقت لون بشرتها مش موحد تمام في منطقه غامقه او منطقه فاتحه. ده بنعالجها عن طريق ايه؟ بنعالجها عن طريق تقشير معالج لصبغه الجلد، لان بدا لون الجلد يتغير، وفي نفس الوقت في اثار بقع مكان حبوب قديمه كانت بتطلعها، مكان اي حاجه، فبنعالجها عن طريق تقشير معالج للصبغه. خلي بالك لو تلاحظي في الصوره ان لون الجلد اختلف وشكل الجلد بقى فيه نضاره، لان التقشير طالما بشيل طبقات الجلد المجهده التعبانه، الطبقه اللي تحتها بتبقى افتح منها، بتبقى انقى، بتبقى فيها لمعه كده البيشنت ما بتكونش مصدقه. جت بيشنت فعلا كنا عملنا لها تقشير، لحظه لمعه في وشها بالظبط. والصوره اللي هنا دي اثار حب شباب اكتر. في بيشنت كتير بتبقى مضطره ان هي وهي خارجه لازم احط يا دكتور كفرنج كتير قوي على وشي عشان اعالج، او عشان اداري، هي مش عشان اعالج، هي عشان تداري الحبوب واثار الحبوب والبقع اللي عندها. احنا ممكن بدل ما نستخدم حاجات كتيره جدا وغاليه جدا عشان تعملي فول كفرج للوش، احنا نعالج المشكله الاساسيه اللي عندنا. زي الصوره اللي معانا دي برضو اثار حبوب، البشره بتختلف تماما، البشره لونها بيتغير تماما ونضارتها بتتغير، بتلمع ومشدوده بالظبط. صح كده؟ يعني في نضاره في بشرتها كان هي حقنت بقى بوتوكس وفيلر. ده بيلينج بس، ده بيلينج بس بالظبط. يعني البيلينج علاج اثار الحبوب وكمان لون البشره اللي اختلف بالظبط. صح كده؟ صح كده. طيب نسمة يا دكتور كانت خست، بنوتة اسمها نسمة، كانت خست وحصل لها ترهل في منطقة البطن. أنا جيت بقى معاكي للجسم، ترهلات البطن دي من إحدى المشاكل طبعا الصعبة جدا، يمكن احنا كلنا بنتخيل إن طالما بطني حصل فيها ترهل حتى لو رحت الجيم وقعدت فيه سنين السنين مش هيرجع تاني بطني مشدودة زي ما كانت. فالمشكلة دي يا دكتور بتستخدمي ايه او بتعملي ايه لو في حتى تقنيات حديثة؟ طبعا كان زمان المشكلة دي كنت اقولها لا روحي الجيم بس، او حاولي تلعبي رياضة، لا والعلاج بس هيبقى شد جراحي، ملناش اي علاجات تانية. دلوقتي مع ظهور جهاز الألفت، الألفت ده عبارة عن تقنية جهاز بتطلع موجات فوق صوتية فوكس ده على منطقة معينة، بتعملي اذابة للدهون اللي في المنطقة دي، وفي نفس الوقت انا هدوب الدهون وهشد الجلد، لان هي بتعمل تايتنينج للجلد. فالبيشنت اللي بتعمل دايت وعايزه تخس وبتخس واوريدي عندها منطقه بطنها فيها كميه من الدهون ومش راضيه تنزل مع اي حاجه، او بيشنت خست وبدا يكون عندها ريداندنت او جلد مترهل موجود في منطقه البطن، دي بنعملها جهاز الألفت على حسب كميه الدهون اللي موجوده عندنا وعلى حسب كميه الجلد المترهل. طب ثانيه واحده، الصوره اللي معانا دي، دي عملتي بالألفت بس؟ بالألفت بس بالظبط. هتصدقونا؟ دي كده دي كده ألفت؟ دي تعتبر حاله مايلد على فكره، مش حاله سيفير. اوكي. يا ريت يعني البيشنت تيجي في المرحله دي، يعني مرحله متوسطه، هي مش سيفير قوي، ما عندهاش مشكله جلد مترهل جامد قوي، وفي نفس الوقت هي جت في البدايه، يعني هي بدا يكون عندها كميه دهون موجوده وجلد بسيط جدا مترهل، وعايزه تشد الجلد وعايزه تدوب الدهون. اوكي.
ايه؟ نقدر نوصل للنتيجه دي لو احنا لحقنا المشكله في البدايه. هنوصل لها عن طريق جهاز ايه؟ عن طريق جهاز الألفت. حاله زي كده ممكن تكون تاخد معايا 4 جلسات، جلسه كل شهر. مع كل جلسه البيشنت بيعملها بيلاحظ فرق في صوره ايه؟ كميه الدهون بتقل والجلد بيبقى تايت او مشدود اكتر. طبعا زي الصوره دي اختلفت بالزبط. تماما. واعتقد يا دكتور ان دي في الاكستريم، يعني اعتقد ان دي مترهله شويه حبه. مترهله شويه، بس احنا بطبيعه الشعب المصري بيجي بعد مثلا البيشنت ولدت سيزاريان كذا مره وتيجي تقول لي شدي لي الجلد بالجهاز الهايفو. لا، هو جهاز الألفت له ليميتيشن شويه. يعني ما يكونش عندي جلد مترهل جامد قوي اكتر من الصوره دي وتقول لي شديه لي، لا ده ساعتها الجلد هيبقى محتاج انترفنشن جراحه. فاحنا مع اول ظهور لترهل ومع اول ظهور لكميه دهون هنعمل دايت، وفي نفس الوقت عشان نعالج المشكله اللي عندنا في وقت قصير جدا هنعمل معانا الألفت سيشنز عشان نعمل اذابه للدهون والجلد ما يترهلش اكتر ونعمل شد للجلد. ماكسيمم عدد الجلسات 4 جلسات ولا ممكن تزيد شويه؟ بصي، افريج عدد الجلسات، متوسط عدد الجلسات 4 جلسات. في حالات مايلد قوي قوي او خفيفه جدا جدا ممكن تحتاج جلسه او اثنين، وفي حالات اكتر شويه سيفير ممكن تحتاج اكتر من 4 جلسات على حسب البيشنت. الفرق بقى ما بين كل جلسه والثانيه قد ايه؟ شهر بالظبط. جهاز الألفت ده مش هحس بألم؟ لا خالص، هبقى ببنج خالص. بالعكس، ده احنا بنقول ان هو بدون ألم فعلا. البيشنت ما بتقول حتى ما بيحتاجش بنج موضوعي اساسا اثناء السيشن. هو الفكره ان فوق الحراره دي مركزه على عمق 13 ملي عشان تتفادى طبقات الجلد الخارجيه. فانا الجلد الخارجي ما بحسش باي حاجه. الحراره فوكسد او الالترا سونيك دي فوكسد على عمق معين، عمق 13 ملي، عشان توصل للدهون تدوبها وفي نفس الوقت عمليه تايتننج في الجلد. بدون ما الجلد الخارجي يتاثر خالص. طيب احنا اتكلمنا يا دكتور على الملي الخدود بالفيلر والبوتوكس واتكلمنا شويه في الحته دي، بس احنا قلنا لو عايزين نملى. طيب لو انا الخد بتاعي حصل فيه ترهل وعايزه ارجع تاني الشكل بتاعه ان هو يكون مرسوم، اعمل ايه؟ بصي بقى، فكره الترهل في الخدود دي او فكره الترهل في الوش بصفه عامه دي مشكله كبيره جدا. هل حصل ترهل وانا في اي مرحله عمريه؟ الترهل حصل نتيجه فقد الدهون ولا الترهل حصل نتيجه لاكستي في الجلد؟ الجلد بدا ينزل كله كتوتال. نقدر ان احنا نعالج دي في السن الصغير ممكن، اللي هي بتاعت فقد الدهون دي لو حد خس. بالظبط، لو حد كان خس عدد كيلوز كتيره وخسه. بالظبط. وطبعا الترهل الشديد ده مع السن الكبير، مع العمر الكبير. وعلى فكره كمان ممكن نلاقي الجلد نفسه بدا يكون مترهل في سن مثلا اواخر الثلاثينات نتيجه ان انا خسيت كميه كبيره قوي في وقت قليل جدا، فحصل فقد في الدهون في وشي وفي نفس الوقت الجلد ترهل. فاحنا نقدر نعالج المشكله دي عن طريق حاجتين، عن طريق ان انا بعمل ليفتنج او شد للوش عن طريق حقن الفيلر، وليفتنج وتحديد لمنطقه الجو لاين عن طريق الخيوط. طيب هنعرض برضو الصور وحضرتك بتتكلمي، زي الصوره دي، يعني تقولي لي كده يا دكتور بقى ايه الصوره اللي معانا دي؟ بدا يحصل ترهل في خدودها، منطقه النيزوليبيال فولد او منطقه خط من الانف للفم بدا يحصل فيه فولد او ثانيه، وفي نفس الوقت خطي الحزن او الخطين اللي عند الفم بدا يكونوا فاضيين، الجلد نفسه كرمش وبدا يحصل الوش يبقى مربع من تحت. صح، ده حصل ترهل في كل الوش. احنا استخدمنا ايه مع الحاله دي؟ استخدمنا التقنيتين، استخدمنا خيوط لمنطقه الوجه السفلي عشان نعمل ليفتنج او نعمل شد لمنطقه اللغد او ونحسن منطقه خط الحزن، وفي نفس الوقت استخدمنا فيلر في منطقه الخدود عشان نعمل ليفتنج. الفيلر مش مجرد ماده مليئه، انا اقدر اعمل شد بالفيلر بس اب تو ليميت، يعني بحقن بطريقه معينه في بوينتس معينه. الاماكن دي هي اماكن روابط في الجلد، لما بحقن عليها بقوي الروابط بتاعه الجلد فابتدي الوش يتسحب لفوق او يديني سنه شده موجوده في الوش. فاحنا في حالات ممكن نستخدم فيها خيوط بس، وفي حالات ممكن نستخدم فيها فيلر مع خيوط. كاني عندي كذا اداه اقدر استخدم الادوات دي عشان اوصل بالوش لافضل نتيجه بدون جراحه وبدون الم وبدون داون تايم. البيشنت ما بتضطرش طبعا، دي حاجه مهمه، بدون جراحه دي وبدون داون تايم. البيشنت عايزه تعمل حاجه، طب انا يا دكتور شغلي عايزه انزل تاني يوم مش عايزه اقعد في البيت، تقدري تنزلي تاني يوم بدون داون تايم، تقدري تخرجي وتمارسي حياتك كلها عاديه ومش هيبان على وشك اي حاجه. لان دي حاجات مينيمال بروسيدجر، حاجات بسيطه جدا، تقنيات بسيطه بكريم مخدر موضعي، بنج موضعي، بتقدر البيشنت توصل لاختلاف تماما في شكل الوش. طب اكدي لي تاني يا دكتور على موضوع الخيوط ده، برضو معارض الصور اللي احنا هنعرضها دلوقتي. قصه الخيوط دي مش جراحيه؟ لا خالص خالص تماما، بتتعمل يعني اون سبوت على طول. البيشنت وهي قاعده قدامي بتبتدي تاخد كريم مخدر موضعي، نعقم الوش وتحط كريم مخدر موضعي. بنسمع منها الاول هي ايه مشكلتها، زي الصوره اللي معانا دي كانت مشكلتها ان الجاولز نازله او منطقه الفك بدا يكون مربع، بدا ينزل الوش، الوش ما عادش مسحوب زي زمان، بدا يظهر كالكوعتين عند الخدين كده من تحت او منطقه الفك. دول كان زمان قبل اكتشاف الخيوط نقول لها اعمليها جراحه، ملهاش علاج تاني غير جراحه. دلوقتي مع الخيوط، وخلي بالك الخيوط كل ماده هتتطور، يعني الخيوط اول ما طلعت غير الخيوط دلوقتي. كان الخيوط اول ما طلعت نقول ان ليها حالات معينه، الجلد الرقيق قوي، الجلد الرفيع، حالات المايلد جدا.
لا دلوقتي اقدر اشتغل حالات مايلد وحالات مودريت حالات متوسطه الترهل الموجودة عندنا واقدر اعمل لها ليفتنج او شد. الخيط بيرفع معايا سنتي جلد مترهل. سنتي دي كميه كبيره. البيشنت اللي بيبقى واقع عندها الجاولز بمجرد ما بنرفع السنتي بالخيوط يعني دي الحاله قبل الحاله كانت معانا دي كانت قبل وبعد بعد ده كانت ايميديت مباشره بعد ما خلصنا الخيوط مباشره البيشنت قدرت تنزل عادي قدرت تاني يوم تروح شغلها. الموضوع مش صعب لان انا التقنيه بتاعت الخيوط تقدمت شويه ونوع الخيوط بقى بداون تايم او فتره نقاهه قليله جدا. البيشنت بيقدر يمارس شغله ما بيكونش فيه دمبلز ما بيكونش فيه اي كرمشه في الجلد. الحاجات دي كل ما الخيوط بتتقدم الخيوط اللي احنا جبناها جديد الداون تايم بتاعها يكاد يكون مش موجود اساسا. مفيش كده تمارس حياتها تماما. هو مفيش حاجه اسمها الخيوط هتبقى ظاهره في وشي؟ لا خالص مفيش حاجه اسمها كده. الصوره اللي كانت معانا دي كانت فعلا بعد الخيوط مباشره. خدنا الصوره قبل ما نشتغل وبعد الخيوط مباشره. النتيجه بتظهر وانا قاعده؟ وانا قاعده على طول بجد. بلاقي بوري البيشنت بعمل نص الوش وبوري البيشنت شايفه ده وشايفه ده اترفع تماما وده لسه مترهل موجود عندنا. البيشنت ما بتكونش مصدقه فعلا النتيجه ان انا بدون جراحه بدون ما اعمل فتحه بدون ما اعمل سكار في الوش قدرت ان انا اشد الوش من غير داون تايم. والنقطه او الحته اللي بيدخل منها الخيط بتبقى فين؟ الحته اللي بيدخل منها الخيط بتبقى قدام الودن بالظبط عند منبت الشعر فما بتكونش باينه. المكان هنا فيه ليجامنت او فيه رابطه بتشد لي الوش فانا بدخل من المنطقه دي. المنطقه دي ثابته فيكسد هنا ما بتتحركش واحنا بنتكلم المنطقه دي ثابته. فانا اهم حاجه عندي ان انا مكان دخله الخيط عندي تكون ثابته ما تكونش منطقه موفا بتتحرك مع كلامي ومع حركتي عشان ما تقعش معايا بسرعه. المنطقه دي فاكست فمكان دخلت الخيط وما بتكونش باينه هي بتكون مكان منبت الشعر. واصلا الابره بتاعت الخيوط بتبقى رفيعه جدا ما بتكونش بتكون متداريه تماما. اوكي انا قدامي بالظبط اقل من دقيقه ونص بس انا عايزه في الفتره دي اسال حضرتك سؤال عن الشعر. طبعا احنا في فصل الشتاء وناس كتير جدا جدا بتعاني من مشكله القشره. علاجها ايه يا دكتور؟ او مش هسالك عن سببها علشان الاسباب كتيره. العلاج بتاع مشكله القشره دي ايه؟ علاج مشكله القشره اولا في فروه راس تكون جافه جدا في فصل الشتاء فبتحتاج نوع شامبو معين. في فتره في فروه شعر بتبقى مجهده او تعبانه جدا في فصل الشتاء فبتحتاج حقن بي ار بي يحسن من فروه الشعر شويه فيقلل من ظهور القشره. في فروه شعر بتبقى محتاجه نوع شامبوهات معينه على حسب المشكله اللي عندي سواء حقن سواء شامبو بنقدر مع الكشف نشخص المشكله اللي عندنا ونقدر ان احنا نعالجها. بشكرك جدا يا دكتور مريان. طبعا انا مش هقدر اختم الفقره بتاعتي غير لما نقول ان عيادات نبض بتقدم خصومات ومفاجآت خاصه جدا جدا ومناسبه راس السنه والكريسماس على جميع الخدمات في كل الفروع. هتعرفوا اكتر من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. بشكرك جدا يا دكتور مريان. كانت معانا دكتور مريان نادر اخصائيه الجلديه والليزر بعيادات نبض. وكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا. لسه معانا فقرات مختلفه بحفظ الله.